حمار وصرار متفاهمين خاطيه هذه دعايات خلاص راهم يهضروا هي قضيه تاع الاموال حمار ولا حقروه حمار وصرار نورمال مات باسكو لا عملول ولا عملول كان صرار كانوا كل يعطيو له جا صرار جا حمار جا مشكل تاع الممولين ما مش يعاونوا في الاداره الشكل تاع الدرام لا البريزيدون راه مليح عندنا جماعه راهي من برا تحرش نادي زونتربريز ارباب العمل لا كي كان عبد الحكيم سرار وكان نور الدين بدوي هو والي ولايه سطيف كان عبد الحكيم سرار يجيب لهم المشاريع حمار ما قدرش يجيب لهم المشاريع تجيب درواحهم لا غالب قالوا له تم تجيب لناش المشاريع ما عندناش خدمه صافي الفريق هذا يجيب لكم المشاريع تمولوه ما يجيب لكمش المشاريع ما تمولوش المشاكل اللي راهي يعني في الوفاق سطيف هي مشاكل تاع مشاكل ماليه فهمت دراهم هذه هي وكاينه كيما نقولوا مجموعه هكذا خاطيه لونتونت ولا هذاك جبدة تروح على لونتونت هذاك شويه فيها شويه مشاكل عندهم مافير تاع مشاكل تاع دراهم برك هذا ما كان كاين تدعيم ويخسروا لونتونت كبيره فريق كبير لازم الانصار تخسر ماتشك تعرف موالفين موالفين يربحوا موالفين بالالقاب موالفين يخسروا ماتش الجمهور ما تلوموش هكا يوليوا يدوروا دراهم مش كي دراهم ما كاش دراهم ما دراهم سروطات مش من الشركه تيحبست عليه كاين مشاكل تاع دراهم وسابوطاج هكذا في بعضهم يسابوطيو في ليكيب وخلاص هذا ما كاين تي ليكيب راهي هايله مشاكل هي كما راه نشوفوا مشاكل تاع قضيه اموال وتمويل فرق سما وكل مموله من صنع تراك من هذاك وفاق راه سما تخصو كيما نقولوا الاموال والفريق راه مليح المشاكل هذه راه ليكيب راه فرغت راه مداونا لي جوار وكل المشاكل الماليه رانا نعاني وفاق سطيف ما فيش مشاكل كاينه ازمه ماديه راك فاهمني والمشكل اللي راه فيه وفاق سطيف انصار ويتحمل المسؤوليه تاعهم لاعب يضيع ويسب له ويهطر له في كلام عيب اللاعب يولي ما يدور في الميدان احنا نتحمل مسؤوليه ثانيه المشاكل تاع وفاق سطيف هي مشاكل ماديه حمار كون جا عنده الدراهم يجيب لنا ما خير من عوديه طلقوا دنهم رانا نشوفوا فيها من رايحين يطلقوا في ليكيب اللي كانت الاخر كنا الجمهور كان يجي نهار كان الحاج عيسى كانت يخلف كان جديات بن موسى بصح انا نشوفوا ليكيب من رايحه احنا من رايحه تنقص عملوا طلق لك عوديه طلق لك جابوا بهذا زاد طلقوا سناد لهم والله رانا نظن قضيه انسجام هذا ما كان تما ليكيب تبدلت شويه زيد مع سطاف تكنيك نورمالمون لونترينر كيبدلو هذاك جاب لي ربينا شويه تما اثرت شويه على المشاكل هي ما داروش ريكريتمون مليح نطلبوا من حمار يدير ريكريتمون ولا يجبد روحه ما قدر لهاش هذه نهضرها انا نورمال تو الكاميرا تو 40 مليون جزائري لي يصير ويفاق شني مش قادر يدير لي انا يجيب لي في طيابه تاع البرج هذا تقول نلعبوا على المانتيا ايكيب تلعب على الشامبيونا نورمالمون يجيب غير لي فيدات صح ما حبوش يعطيونا الصح من راه واحد يقول لك الجوار ساكين واحد يقول لك الجوار مو مساكين يعطونا الصح برك شكون اللي يسير كلشي مشكل انا نسيبورتي وتريكو ما سيبورتيش الجوار احمر خويا لماكش قادر اختينا عشك لماكش قادر تسدك لي جوار كاين صح كاين ولا تصيب كاين العط خويا اختينا راه سمك لماكش قادر عليها اختينا مشكل في عمار خويا مشكل راه في عمار ماكش قادر على الكحله خويا اختينا ساعتين عنده عامين معليك ناسيونال ما مركز بيت جي ياكم لونطون ساعتين هذا ما كانش بالاقل برك سعدان هذا والله العلي العظيم ويقعد في لونطون اقسم بالله ما يدير حاجه سعدان هذا ما كانش منه مره لونطون كبير عليه لعبوا كنات ب 10 لور واحد قدام سعدان هذا ما زهقوش هنا مره سعدان غير يروح يعطينا من الاداره من عند رئيس حمار رئيس النادي موش ميسال شريح في الوفاق سطيف نطلبوا منه يا الرحيل وخلاص هذه جامي هدر على جل السوالد تاع خاطر هذه ديكلاراتور قال لهم بلي السوالد ما ناش نسلكو من شادي ما يكذبش ولد لونطونت وجاب لونطونت كما شفتوا مشاكل اداريه رحيل بعض اللاعبين وربما الاسماء اللي راهي موجوده في وفاق سطيف ما تقنعش المناصر السطيفي اللي تعود على اسماء كبيره في التشكيله تاعو خاصه نقولوا راهي تعتمد هذا الموسم على لاعبين شبان وايضا المغتربين كما تشوفوا كما راهو يشير لي المصور اليوم بالوان اهل البرج جات صدفه ولا الوان اتحاد الحراش الغارم نقول لكم باللي نحب بزاف انصار وفاق سطيف وشكون اللي ما فرحش مع وفاق سطيف ايام الكاس العربيه وايام الالقاب الافريقيه انا ما حضرتش بها بصح قالوا لي باللي في 88 كل الجزائر زهات مع وفاق سطيف مره اخرى احنا كما عودناكم في برنامجكم من المدرجات نسمعوا الى الطرف والطرف الاخر بعد ما سمعنا الانصار في مدرجات
ملعب 845 حنتنقلوا الى مكتب الرئيس حسن حمار وحنستمعوا له في هذا الشيء حوار شيق في ركن المنصه الشرفيه. شوف لوسكو جي بري دي ديستيني تاع لو كلوب في 2011 لو 14 مارس 2011 كمل دو موا هذيك بعد عاودنا الفريق تاعنا بصفه 95% في 95% الناس الكل قالوا الفريق هذا ينزل القسم الثاني. الحمد لله يا ربي بالدعم تاع الانصار الدعم تاع السلطات الدعم تاع لي سبونسور الدعم تاع اللاعبين طاقم فني قدرنا ربي وين دانا دوبلي وين ميراكل بو لي جون بصح العمل اللي كان خام يقوموا به الناس هذو اوكل كان يوحي باللي الفريق هذا يروح بعيد. نفس الشيء السنه الماضيه 80% من ليكيب شانجات وفي دي كونت فينال ليكيب تاعنا راحت للدومي فينال كوب دالجيري تكاليفات لي بول ودات شامبيونا لا ميم شوز السنه. السنه كي تشوف الفريق تاعنا الناس تقول لك الفريق تاعنا في المراتب الاولى مازال 14 جورني يحدث فيها ما يحدث. نظن باللي الاسباب والعوامل واضحه للعام والخاص كي تشوف اون ايكيب دارت 15 يوم دو بريباراسيون ميم با دونك واش من نوطينا واش يخدم الكوتي الفولي تكنيك تكنيكو تاكتيك فيزيك دونك ما كانش وقت كافي باش نحضروا. هذه من السلبيات تاع النوادي الجزائريه اللي تلعب كاس الكؤوس الافريقيه سواء لا تشامبيونز ليغ ولا كاس الكاف. في الجانب المالي نظن باللي كل النوادي الجزائريه عندها مشكل تاع الناحيه الماليه لانه ما كانش شوف ما كانش ديال سوس دو فينانسمون للنوادي لانه كي نقولوا انا نقولوا نوادي محترفه نوادي محترفه لازم كاي تشارج كاي تشارج. واش اول حاجه مطلوبه في الكاي تشارج؟ لازم ستاد يكون تاعك. حنا سي لي ستاد تاع ليطا ونادي كيما بحجم كيما وفاق سطيف يعني بكل تواضع يطلب يعني الالتفاته مع عند الدوله لانه الفريق هذا النادي هذا جاب الفرحه للجزائر ما جابهاش لسطيف برك. نادي اللي عنده 22 تيتر 22 تيتر اضعف الايمان ثاني مدوا له الشركه لانه الفريق هذا كون يكون عنده ثاني شركه يروح بعيد في المحافل الدوليه ان شاء الله. النقائص تاع لافازالي النقائص وينها؟ التحضير ما كانش كافي كما السنوات اللي فاتت واحده لانه خشينا لاكاف ما يسمحلكش الوقت 15 يوم ومن بعد خشينا لا كومبيتيسيون. زيد على ذلك الاصابات اللي عانينا بها لانه اللاعب ما داش قسط راحه الاصابات كي ما يكونش تحضير مليح وما داش راحه اللاعب دو فاكتو يتبليس لي بليسيو لابريف لعبنا شوفنا يعني لو ازاف لي لاطاك تاعنا كامله بليسيو وحنا الميور اتاك يعني شوف الصدف كيف ما تلعبش بلي زاتاكون تاعك لي ناجي لي مادوني العقبي مبليسي قراوي يعني اللاعبين كاملين مصابين والفريق يحتل المرتبه هو لو برومي في لا لين داتاك تاعنا ومحتل المرتبه الثالثه والثانيه الثالثه في من الناحيه الدفاعيه. دونك الفريق تاعنا كي تشوف هذا الحوايج هذو تحس باللي الفريق تاعنا كاين بالدعم تاع اللاعبين يرجعوا للمستوى تاعهم. نظن باللي الفريق تاعنا يقدر يلعب على الالقاب. احنا لولا الضغط باش يكون في علمك لولا الضغط والناس المناصره يقول لك لازم تلعب ولا تشامبيونز ليغ وكل شيء ما نلعبوهاش لانه ما نكذبوش على بعضنا ما تسمو لانه عندك 25 لاعب ديهم في لا تشامبيونز ليغ رايح تقسمها اون دو لازم تيو اوبليجي باش تطلع دي جوار من لي كاتيغوري خمسه ولا زيد على ذلك اسكو اوني اون ميزيو باش نلعبو سير لي طهوا فاي ولا لا نكذبوا على بعضها. دونك تو فا تخلي كومبيتيسيون ولا تخليها باسكو ما تقدرش تلعب ثلاثه لي جوا ماهمش دي روبو باش اسمو. انا ما عندي خلاف مع حتى مناصر انا بالفضل تاع المناصري ما ننساهاش فالانسان يكون صريح لاقصى درجه. المناصرين وقفوا بجانبي وقفوا بجانب الفريق يعني نقول لك لكن كاينه فئه تتحسب سير لي بو دي دوا اون ديزان اون كانزان لي ربي يهديها. دوك واحد اللي عنده مشكل تاع عمل ولا مشكل تاع في البيت تاعو ماشي انا اللي نجي نسلك لي بوكازي تاعو. ايكيب كي تخسر انا شوي انون بيبليك انا نقبلها الناس تشتم وكل شيء بصح ماشي ايكيب تفوز والناس تجي اتهامه كليا يسبوني انا ما فهمتش انا ليه ليكيب تربح ويزيدوا يسبوني وان كان انا لقطه ماشي لقطه اللي يفهموها الناس انا لقطه انا في المقابلات وكل نعبر على اللقطه تاعي كي ندير هكا هذه لو اسمو الناس لا فهموها انا ندوموند هذه اللاعبين راهم يديروهم ما لا يسبونديو اللاعبين دونك لا انا الناس فهمتها
فهمت ها وانا درتها للفئه هذه 15 ولا باسكو المناصرين نقول لك قدرهم ونعزهم وهما اللي كانوا السند رقم واحد في تتويجات الوفاق. او كل مقابله قبل ما تبدا المقابله يبداو الشتم تاع الوالده تاعي مريضه وعقابها بابا انا متوفي 28 سنه والناس تسب فيه يا نما اخويا لا هل يقبل واحد يسلك ب 20,000 ولا 30,000 يجي يسب لي ما ها نعطي له مليون ونقبل يقبل نسب له بابا وماه ويماه. المناصرين هذو نقدروهم ونعزوهم كل شيء، نقول لهم حاجه ما تتبعوش الاشخاص، حسن الحمار اليوم هو فيها غدوه يقدر ما يكونش فيها، لكن وفاق الاسم تاعو خلق من 58 هو ماشي، كملوا ساندوا الفريق، مشوا مورا الفريق، اليوم حمار يسير، غدوه يجي واحد اخر يزيدوا ساندوه، لا حمار هذا ماشي لنهايه العالم، هذه هي اللي الانسان ان شاء الله ان شاء الله احنا ان شوزي سارتان باذن الله بربي بربي ان شاء الله. احنا انا جامي وسمونا حدا انا ما نقولش لكن حاجه باذن الله احنا ننسيه ونعملوا باخلاص وتفاني وتوفيق مع عند ربي سبحانه وان شوزي سيرتين ما نبخلوش على الفريق وعلى المدينه هذه اللي قيمتنا ودارتنا رجال.